يعني نحن مو كشعب سوري عربي نرفض هالشيء نحن، لأنه الشيء اللي ساووه الأفكار التخلفية اللي حطوها بالشعب والدمار والقتل والمجازي والسرقات، هذا كله ضرب اقتصاد البلد. نحن من ناحية كرأي شخصي أنا برفضه هذا، إنه بعد ما أنا ما في بيت معانا، ما في بيت ما عنده شهيد، ما في بيت ما عنده مخطوف، كلهم من وراء أفكار إخواني. أنا بقول عنه فكر إرهابي إخواني. أنا من ناحية كرأي شخصي أنا مرفوض هذا، أرجع أمد إيدي مع إنسان دمر وسرق وخرب وقتل وحط فكر، زرع فكر صهيوني. أنا بشوف إنه تركيا ما خاش ترجع تجي لسوريا، مستحيل مستحيل، يعني دمرت حياتنا، دمرت بيتنا، دمرت جوزي، دمرت أولادي. لو ابني عندي شهيد أنا من ورا تراك، يعني هذا الدكان الله يقرف عمره إن شاء الله بعلى سماء. أنا اسمي ماريانا ديرما دولسيان، وخلي يعرف مين هو ونحن مين. نحن شعب السوري وشعب الكرات إيد واحدة. أسباب كتير عمل شو خرب الدنيا يا عم، طفشنا ببيوتنا، وهلا بالآخر رجعنا بالأمان ومع أخواتنا الكرات. نحن ما بدنا الشر، خليه يروح الشر من عنا.